بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والهناء. فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب اسمه على باب الجنة مكتوب. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب. خاتم النبوة بين كتفه مضروب. أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسوب. صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكوب. به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من عند رب العالمين، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش مع حضراتكم هذه الأمسية الدينية والتي جئنا فيها بدعوة طيبة مباركة من سيادة المستشار الدكتور أحمد السيد عبد العال ومن الحاج عبد العزيز السيد عبد العال عضو مجلس محلي لمحافظة الشرقية وعضو الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي في هذا اللقاء الطيب المبارك. يسعدنا أن يكون معنا قناة البدر التي جاءت لكي تغطي هذا اللقاء الطيب المبارك وبقيادة الأستاذ محمود عمر المقدم المعروف لدى حضراتكم في هذه القناة التي أسأل الله أن يبارك في القائمين عليها. هذا اللقاء القرآني سعد القلوب، وأيضا جميعنا ننظر إلى هذا الوجه الذي يتكاثر منه عطر القرآن الكريم، وأيضا فمه دائما معطر بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر سابقا ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب، والذي دائما تفخر محافظة الشرقية به دائما لأنه في قلوبنا جميعا وله مكانة كبيرة. فأسأل الله أن يطيل في عمره وأسأل الله أن يبارك في علمه يا رب العالمين. في هذا اللقاء الطيب المبارك إخوة الإيمان والإسلام، يسعدنا أن يكون معنا أيضا القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والقيادات الدينية بمحافظة الشرقية الذين جاءوا ملبين لهذه الدعوة، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين جاءوا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أسأل الله العلي القدير أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قارئنا في هذا اللقاء القرآني هذا القارئ الإذاعي المعروف فضيلة القارئ شيخ صاح النعماني القارئ والمقيم بالفيوم، والذي جاء في هذا اللقاء الطيب المبارك. ومعنا أيضا من أسرة المبتهلين المبتهل الأول الذي حاز هذه الجائزة من إذاعة القرآن الكريم ومن الإذاعات المصرية والقنوات الفضائية، مولانا الشيخ محمد صابر المبتهل الإذاعي المعروف في هذا اللقاء الطيب المبارك. ونظرا لأننا سنبدأ هذا البرنامج مع قناة البدر إن شاء رب العالمين، وأعلم حضراتكم
أنه بعد الابتهالات سيكون اللقاء مفتوح بينكم وبين الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم إن شاء رب العالمين. أترك المجال للأستاذ محمود عمر لكي يقدم هذا البرنامج عبر قناة البدر الفضائية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأشرف وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، إخوة الإيمان والإسلام، مشاهدينا في جميع أنحاء العالم الإسلامي عبر شاشة قناة البدر الفضائية، يسعدنا أن نلتقي هذا المساء من هذه القرية المباركة التابعة لمركز هلية لمحافظة الشرقية لنقل هذا المنطقة الديني الموسع. هذا المنطقة أعزائي المشاهدين الذي يجتمع فيه محب الهدي النبوي ومحب التفقه في الدين والالتفاف حول العلماء الأجلاء للنهل من علمهم الواحد. أعزائي المشاهدين، يسعدنا في هذا الحفل والذي يشرفه بالحضور فضيلة العالم الجليل إمام السنة في هذا العصر ومحدث الأمة، شيخ المحدثين ومحدث الشيوخ، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب، وعضو مجمع البحوث الإسلامية. أعزائي المشاهدين، يشرفنا أيضا في هذا الحفل السيد النائب الفاضل اللواء محمد أبو المجد نصار، عضو مجلس الشعب عن دائرة هلية، مستضيفة هذا الحفل الديني وهذا المنطقة الديني الكبير. كما يشرفنا بالحضور أيضا سيادة المستشار الأستاذ الدكتور أحمد السيد عبد العزيز عبد العالم، أستاذ القانون الدولي لجامعة الكويت، والذي حضر خصيصا لحضور هذا المنطقة الديني الكبير المقام بمركز هلية للمحافظة الشرقية لجمهورية مصر العربية. كما يسعدنا أيضا أن يشرفنا الأستاذ الدكتور محمود عمر هاشم، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر رزق التوفيق، وأستاذ الحديث في جامعة الأزهر. معنا أيضا الأستاذ الفاضل الأستاذ علي العزوني المحامي، كبير العلوم الشرعية والقانونية. أيضا المضيف للجميع وراعي هذا المنطقة الديني الموسع وصاحب الدعوة الحاج عبد العزيز السيد عبد العزيز. أعزائي، وهو أيضا عضو بمجلس الشعب المحلي لمحافظة الشرقية، ومعنا أيضا وكيل المجلس الشعب المحلي لمحافظة السيد الأستاذ محمد الحسيني وصفي. أعزائي المشاهدين، ومعنا أيضا كوكبة من السادة الدكتور القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية، معنا من القيادات النسائية الدكتورة ليلى النجم، عضو أمانة التثقيف للفكر والمنطقة. أعزائي المشاهدين، نشاهد مثل هذه المنطقيات الدينية، وما أجمل أن نذوق كافة محافظات الجمهورية تنقل احتفالات المحافظات بكافة المناسبات الدينية والتفافهم حول العلماء الأجلاء من أجل التفقه في الدين أكثر وأكثر. ونبدأ هذا المنطقة الديني الكبير بخير الكلم مع آيات من الذكر مع قارئ الشيخ طه حمامي القارئ في إذاعة وتلفزيون بسم الله الرحمن الرحيم.
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له ولا تحزن عليهم ولا تك في
عليك مولانا. نعم يا سيدي نعم. سبحانه وتعالى جل شأنه. تعليك مولان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الله 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 ما ضل
بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
لا من مركز هنية بمحافظة الشرقية. هذا الحفل الديني الموسع الذي يحضره نسيج من القيادات الدينية والمسيحية. معنا في هذا اللقاء الديني المبارك فضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل مديرية أوقاف الشرقية، وفضيلة الشيخ أبو الخير مدير أوقاف هنية، كما يسعدنا أيضا ممثل الوحدة الوطنية في هذا الاجتماع سيادة القمص مكاري راعي كنيسة منشية غانم. أعزائي المشاهدين، مع أيضا القيادات النسائية السيدة نجاة الغمراوي. بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات القرآنية المباركة، نستمع الآن إلى هذه الكلمة من سيادة المستشار الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز السيد عبد العزيز أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت.